صباح الخير يا بري سكول، انا ميس فاطمه. احنا هنتعلم مع بعض النهارده الارقام، هنتعلم رقم واحد ورقم اثنين. نشوف مع بعض الفيديو ده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. زي ما شفنا مع بعض الأرقام، احنا عندنا الأرقام. طب احنا ليه بنتعلم الأرقام؟ بنتعلم الأرقام علشان نعرف نعد. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو عندي مجموعة من الأقلام وعايز اعرف عددهم كام، لازم اكون عارف الأرقام عشان اقدر اعد. فامسك الأقلام واقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كده أنا عرفت إن أنا معايا خمس أقلام لأني عدتهم. طيب الأرقام دي لازم أعرف كمان شكلها وكيفية كتابتها. أول رقم معايا اسمه رقم واحد. رقم واحد، رقم واحد بكتبه إزاي؟ أولا الأرقام بكتبها في المربعات. رقم واحد بكتبه عصاية طويلة في وسط المربع كده، ده اسمه رقم واحد. ورقم واحد يعني بيعبر عن حاجة واحدة بس، وبشاور عليه كده كده، واحد، رقم واحد، حاجة واحدة بس. طيب أنا عندي مثلا إيه؟ عندي حاجة واحدة، عندي شمس واحدة، عندي قمر واحد، عندي ماما واحدة، عندي بابا واحد، عندي إيه كمان مثلا في وجهي واحد، عندي أنف واحدة، عندي فم واحد. يبقى أنا رقم واحد بعبر بيه عن حاجة واحدة بس، وشكله عصاية طويلة في وسط المربع. شوف يا بري سكول مع بعض رقم واحد شكله ايه؟ قلنا رقم واحد شكله عصاية طويلة وبيعبر عن حاجة واحدة بس. هنشوف مع بعض معانا ايه؟ معانا أرنب. يلا نعده. عندنا كام أرنب في الصورة؟ أرنب واحد بس. هعده ازاي؟ واحد، اهو مفيش أرنب تاني، هو أرنب واحد بس. واحد. معانا ايه ده؟ ده قلم. عندي كام قلم في الصورة؟ قلم واحد. هعده، واحد. وعندي ايه؟ عندي شمس، شمس واحدة اهي في الصورة، برضو عندي شمس واحدة بتعبر عن رقم واحد. طيب انا عندي بعد رقم واحد اللي تعلمناه اللي بيعبر عن حاجة واحدة، وقلنا عندي انف واحدة وفم واحد. طيب بعد رقم واحد في رقم اثنين. اثنين، اثنين وبيعبر عن حاجتين اتنين. طب شكله ازاي واقدر اكتبه ازاي؟ برضو في المربعات زي ما اتفقنا، دي رقم واحد، المربع اللي بعده هكتب عليه رقم اثنين. رقم اثنين عشان اكتبه اكتبه ازاي؟ شرطة نايمة وعصاية طويلة في وسط المربع. يبقى واحد اثنين، واحد اثنين، واثنين بتعبر عن حاجتين اتنين، يعني حاجتين اتنين. طب انا مثلا عندي ايه في وجهي حاجتين اتنين؟ عندي عينين وعندي اذنين. طب نعد مع بعض، واحد اثنين، وعد الاذن بتاعتي، واحد اثنين. عندي ايه كمان اثنين في جسمي؟ عندي يدين اثنين، واحد اثنين. عندي كمان رجلين اتنين، واحد اثنين، واحد اثنين. يبقى اثنين بيعبر عن حاجتين اتنين. تعالوا نشوف مع بعض، ده رقم اثنين، هو طبعا هنا في الصورة بس هو المفروض شرطة نايمة وعصاية طويلة، ده رقم اثنين وبيعبر عن حاجتين اتنين. طيب أنا عندي هنا كام سيارة؟ كام سيارة؟ تعالوا نعد مع بعض، واحد اثنين. يبقى أما عاوز أعرف عددهم إيه؟ أعد، واحد اثنين. عندي كام فراشة؟ اتنين، واحد اثنين. يبقى رقم اثنين بيعبر عن حاجتين اتنين. اعد ازاي؟ واحد اثنين. طيب بريسكول لما نفتح الكتاب بتاعنا هنبص هنشوف رقم واحد، ده رقم واحد. طيب جايب لي شكل ايه؟ جايب لي صورة ارنب. ارنب اهو، عندي كام ارنب في الصورة؟ ارنب واحد، قلنا رقم واحد بيعبر عن حاجة واحدة. هلون الارنب اللي في الصورة كله جوه الحدود بتاعة الارنب، ملونش بره خالص عشان الكتاب بتاعي يفضل نظيف وجميل. طيب هقلب الصفحة هلاقي بعد رقم واحد رقم اثنين. اثنين قلنا بيعبر عن حاجتين اتنين، واحد اثنين. بعد رقم اثنين جايب لي صورة سيارتين. طيب السيارتين يلا نعدهم مع بعض، واحد اثنين. هعمل ايه في السيارتين؟ هلونهم برضو جوه الخطوط دي
ما خرجش بره خالص عشان يفضل كتابي نظيف وجميل. باي باي يا بري سكول.